خلف هذا الباب كتبت قصة بطولية لرمز عراقي لا يزال حاضرا رغم الغياب، واستمد المكان اسمه من تلك الشخصية. خانظاري واحد من الخانات التي كانت تقع قديما على طرق المواصلات الرئيسة التي تربط المدن والقصبات العراقية، حيث تعد محطة استراحة للمسافرين والقوافل التجارية. وأخذ هذا الخان ذاكرته من حدث تاريخي مهم، وهي حادثة مقتل الضابط البريطاني لتشمان، حيث كان يستخدمه في بعض الأحيان مقرا لإدارة المنطقة المحصورة بين غرب بغداد صعودا حتى محافظة الأنبار. وبسبب سياسة لتشمان الاستفزازية لسكان المنطقة تشكلت حالة من الغليان لدى العشائر، ومنها قبيلة زوبع، بعد محاولته استفزاز إحدى الرموز الوطنية وهو الشيخ ضاري المحمود، الذي لم يكن أمامه سوى الإجهاز عليه وقتله. وبذلك ارتبطت أهمية الخان بهذه الحادثة التي تحولت إلى شرارة من شرارات ثورة العشرين. ارتبط هذا الخان بقبيلة زوبع وحمل اسم الشيخ ضاري، لأنه الشيخ ضاري هو الذي شيد هذا البناء بعد أبوه الشيخ ظاهر رحمة الله عليه. فهذا المكان يمثل رمزية وجزء مهم من تاريخ القبيلة. مؤرخون وباحثون يستغربون غض النظر عن إدامة الخان واستغلاله من قبل وزارة الثقافة ودائرة الآثار، فأهمية الخان لا تمثل شريحة بعينها، وإنما هوية شعب واحد خاض ثورة كبرى لا تزال حاضرة بأحداثها البطولية. الاهتمام الآن وين منصب؟ الاهتمام في خان الشيلاني، وهو من أبرز المراكز اللي كان ثورة العشرين يجتمعون بيها في محافظة النجف الأشرف، وأيضا في الصاراي اللي من عند انطلق الشيخ محمود الحفيد في السليمانية قاد ثورة العشرين من ناكة، أيضا الرميثة مركز شرطة الرميثة اللي انطلق منه شعلان أبو الجون. فهاي المراكز الثلاثة، طيب أنا ليش مسويها أربع مراكز؟ مشهدة حادث مهم اللي هو مقتل لتشمان اللي كان يمثل أخطر شخصية في منطقة الفرات عموما، وكان يفرض جبايات على العشائر، فانسل له شيخ ظاري وقتل هاي القتلة المعروفة، وهذا فخر إن احنا كعراقيين. ولأهميته التاريخية تأتي ضرورة الاهتمام به للحفاظ على مثول تاريخية وحضارية ترتبط بنا كشعب ورمز للأجيال القادمة، لتبقى بطولات أجدادنا راسخة في الأذهان. فقد تحقق الاستقلال آنذاك بدماء زكية ولم يأتي على طبق من ذهب. من داخل رمز البطولات، خانظاري ندى المرسومي، التغيير.